السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لنموذج جديد لفرض المرحلة الرابعة، الفرض الثاني في الدورة الثانية مادة الرياضيات للمستوى الرابع. إذن نبدأ على بركة الله. جو كالكول إذن أحسب. عندنا هنا حساب الأعداد الكسرية، جمع والفرق، وكذلك عندنا جمع وطرح الأعداد العشرية. كما كتلاحظوا عندنا العمليات بالفاصلة. إذن أول عملية 3 على 4 زائد 5 على 2، 3 على 4 زائد 5 على 2. إذن كما كنقولوا دائما كنشوفوا المقام الموحد. إذن عندي هنا 2 4، إذن 4 من مضاعفات 2، إذن المقام الموحد غيكون عندنا هو 4، المقام الموحد غيكون هو 4. إذن تساوي، إذن 4 في 1 4، 3 في 1 3، اثنان في 2 4، 5 في 2 10، 2 تساوي 3 زائد 10، 2 13 على 4. إذن ما يمكن ليش نختزل، 3 على 4 زائد 5 على 2 تساوي 13 على 4. إذن عندي الآن الفرق، إذن 4 على 3 نطرحو منها 8 على 9، إذن كم تساوي؟ إذن لاحظوا معي هنا في المقام عندي 3 9، و9 من مضاعفة 3، إذن المضاعف هنا المقام المشترك هو 9، مقام مشترك. ملي كيكون عندي احد المقامين مضاعف للمقام الاخر، اذا كنختاروا المقام الاكبر هو اللي يكون مقام مشترك للعددين. اذا 3 اضربها في 3 تعطيني 9، 4 في 3 12، 9 في 1 9، 8 في 1 8، اذا تساوي 12 ناقص 8، 12 ناقص 8، إذا 8، 9 10 11 12، إذا 4، 4 على 9، إذا لا يمكن اختزالها. إذا ننتقل لعملية الجمع، إذا 158.47 زائد، كنمشي مباشرة للفصيلة باش نحط الجزء الصحيح في المكان ديالو والجزء العشري في المكان ديالو، إذا 37.09، 7 زائد 9 16، 6 واحتفظ بواحد، 4 زائد 0 4 والاحتفاظ 5 ونزل الفاصلة ديالي. إذا 8 زائد 7 15، 5 احتفظ بواحد، 5 زائد 3 8 والاحتفاظ 9، 1 زائد لا شيء 1. إذا الآن طرح الأعداد العشرية كذلك، 10.9 ناقص 7.8، إذا 9 ناقص 8، 9 ناقص 8 1، 0 ناقص 7 لا يمكن، احتفظ وأعيد الاحتفاظ، 10 ناقص 7 7 8 9 10، إذا 3، 1 ناقص 1 0. إذا ما نساوش الفصيلة، ما نساوش الفصيلة، كنزل الفصيلة مباشرة، عند 3.1. إذا تستهلك سيارة 5 لترات من البنزين في كل 100 كيلومتر، أتمم ملء الجدول. إذن سيارة تستهلك 5 لترات من البنزين في كل 100 كيلومتر، كل 100 كيلومتر كتستهلك 5 لتر من البنزين، أتمم ملء الجدول أسفل. إذا غنكملوا ديال الجدول، إذن هذا جدول، أن نتأكدوا أنه جدول أعداد متناسبة. إذن المسافة بالكيلومتر 100، كمية البنزين المستهلكة باللتر 5. إذا هنا باش نعرف معامل التناسب غناخد 100 نقسمها على 5، 100 قسمة 5، إذا 10 كم فيها من 5؟ فيها 2، 2 في 5 10،
اذا ساضيف صفر وساضيف صفر، اذا 20. اذا هنا نقسم على 20، مسطر الفوقاني السطر التحتاني، السطر الاعلى السطر الاسفل نقسمه على 20، ومن السطر الاسفل للسطر الاعلى كنضربو في 20. اذا 5 الى ضربناها في 20 غتعطيني 100، اذا 15 مضروبه في 20، 15 في 20 2 في 5 10، 2 في 1 2، والاحتفاظ 3. اذا 300، اذا 300 380 قسمة 20. الآن 380 نقسموها على 20، إذا 38 كان فيها من 20 فيها 1، 1 في 0 0، 1 في 2 2، إذا 8 ناقص 0 8، 3 ناقص 2 1، 18. إذا 18 كان فيها من 20 لا يمكن أنزله 0. 180 كان فيها من 20 فيها 9، 9 في 0 0، 9 في 2 18. اذا 0 ناقص 0 0، 8 ناقص 8 0، 1 ناقص 1 0، اذا 19. اذا 380 كيلومتر ب 19 لتر من البنزين. 32 ضرب 20، دابا الان غادي نشوفوا كميه البنزين المستهلكه المستهلكه كم تقطع من مسافة. إذا 32 في 20، 2 في 3 6، 2 في 3 6، عفوا 2 في 2 4، 2 في 2 4، 2 في 3 6. إذا 640، 640، 860 مقسومة على 20 الآن، لأن كما قلنا أعداد السطر الأول كنقسموهم على 20 هكذا السهم. 860 مقسومة على 20، إذا 86 كان فيها من 20 فيها 4، 4 في 0 0، 4 في 2 8، إذا 6 ناقص 0 6، 8 ناقص 8 0، أنزل 0. 60 كان فيها من 20، 60 كان فيها من 20 فيها 3، 3 في 0 0، 3 في 2 6، إذا 43. إذا 860 كيلومتر كمية البنزين المستهلكة لهذه المسافة هي 43 لتر من البنزين، مفهوم؟ طريقة سهلة لإيجاد معامل التناسب. إذا التمرين الثالث، أملأ الفراغات بالوحدة أو العدد المناسب. إذا ساعتان، ساعتان كم فيها من دقيقة؟ ساعتان كم فيها من دقيقة؟ إذا 2 غنضربوها في 60، 2 مضروبة في 60 هي 120، هي 120 دقيقة. 48 ساعة كم فيها من يوم؟ اليوم فيها 24، إذا 24 إذا فيها يومين، 48 ساعة فيها 2 جوغ، ألوغ 2 زوغ فيها 120 مينيت، 2 جوغ فيها 48 تاغ. عندنا هنا 3038 ألف سنتيلتر تساوي 380. اذا هنا خصني نرسم الجدول، جدول السعه، جدول السعه. اذا نرسم جدول السعه، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته. اذا الهكتوليتر الديكاليتر لتر، ديسيلتر، سنتيلتر، والمليلتر. إذا عندنا هنا كما قلنا 838 ألف سنتيلتر، 38 ألف سنتيلتر مدام سنتيلتر، 38 ألف سنتيلتر. إذا تساوي 380، 380 شنو؟ 380 لتر. ألو غنكتب هنا لتر، 380 لتر. إذا عندي 5 ديكالتر، 5 ديكالتر، و 15 ديسيلتر، 15 ديسيلتر. اذا تساوي 515 ديسيلتر، 515 ديسيلتر، مفهوم؟
السؤال الرابع، لون نشر المكعب بالأصفر، ونشر المتوازي المستطيلات بالأحمر. إذا المكعب لديه ستة وجوه وستة وجوه مربعة، إذا المكعب بالأصفر، إذا هذا هو المكعب، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة ديال الوجوه، وكل الوجوه ديالو كيدايرين مربعة، إذا بالأصفر. ومتوازي المستطيلات بالأحمر، متوازي المستطيلات أيضا لديه وجوه، ستة وجوه، ستة أوجه، والأوجه مستطيلة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، وعلى شكل مستطيل، الأوجه على شكل مستطيل. إذا نحاول أن نوضح التمرين. السؤال الخامس، أرسم تكبيرة للمربع التالي بمقدار ثلاث أضعاف، سأحتاج المسطرة دقيقة. أرسم التمرين الخامس، أرسم تكبيرة للمربع التالي بمقدار ثلاث أضعاف، ثلاث أضعاف بمعنى مثلا عندي هنا زوج ديال التربيعات غنضرب في ثلاثة، غنضرب في ثلاثة، إذا اثنان في ثلاثة ستة، إذا ست تربيعات، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا ستة. أيضا هالضلع تربيعتين، إذا اثنين في ثلاثة ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة. هذا الضلع أيضا اثنان، اثنين في ثلاثة ستة. إذا هذا هو تكبير هذا الشكل، غنحاول أننا نضغط عليه باش يبان لكم مزيان. قاعدة واضحة، ثلاث أضعاف، إذا الضلع اللي عندي تربيعات، هذا التربيعات كنضربو في ثلاثة لأن عندي ثلاث أضعاف. أرسم دائرة مركزها أو وشعاعها اثنان سنتيمتر، إذا دائرة سي مركزها أو، إذا بالنسبة للمركز إما كنوضع نقطة إما كنوضع علامة، إذا وشعاعها اثنان سنتيمتر، أنا غادي نرسم الشعاع، رسم الشعاع بواسطة المسطرة، اثنان سنتيمتر، اثنان سنتيمتر، ثم نأخذ البركار، ونرسم الدائرة. إذا نكتب اسم الدائرة سي. السؤال الثاني، أرسم قطرة الدائرة دي تي، إذا قطرة الدائرة نكمل الشعاع ديالي دي تي، دي تي، دي تي. إذا السؤال الأخير، السؤال رقم سبعة، ضع علامة، علامة دياز تحت كل هرم، وعلامة زائد تحت كل مشور قائم. إذا لاحظوا معي الشكل الأول قاعدة رباعية، إذا فهو مشور قائم، إذا مشور قائم علامة زائد. أيضا عندي هذا عبارة عن مشور قائم، مشور قائم. الشكل الثالث عبارة عن هرم، إذن هرم قاعدته واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن قاعدته سداسية. الشكل الرابع مشور قائم، والشكل الأخير أيضا عبارة عن مشور قائم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.